السلام عليكم. هذا مشروع نتاع مركز الاستعجالات الطبية الجديد بولاية قالمة، وكما نعرف أنه فيه سياسة جديدة لوزارة الصحة لاستحداث مراكز طبية استعجالية في كل ولايات الوطن، وهذه المراكز تتخصص في استقبال المرضى وتوفير لهم كل ما هو استعجالي، يعني فيها ستين كيما نقولوا حنا ان دومين بلوري ديسيبلينار، فيها عدة تخصصات استعجالية، يعني كل ما هو استعجالي. وهذه فكرة جيدة، ان شاء الله تكون الخدمات في المستوى. والسلام عليكم.